السلام عليكم يا شباب. آخر فيديو معانا، الفيديو ده هحاول ان انا اخليه قصير بقدر الامكان. طبعا الصور بتاعة الفيديو ده هتكون صور الابدومن، زي ما انتم شايفين صورة الابدومن ملعبكة قوي، فانا هحاول ان انا اخد الفيزلز بتاعة الابدومن دي اطلعها بره ونتكلم عنهم واحد واحد. الاول انا هتكلم على الصورة المنفصلة دي كده بتاعة الابدومن الاورطة. تعالى كده نفتكر، هو الابدومن الاورطة كان بيمشي ازاي؟ قالك الابدومن الاورطة كان بيدخل الابدومن عن طريق ان يعدي ورا الميديان الليجامنت بتاع الديافريم ده كده، الميديان اركويت ليجامنت، كان بيعدي قدام الفقرة رقم 12 ينزل لحد الفقرة لمبر 4، وبعد كده ينقسم إلى رايت كومان إيليك وليفت كومان إيليك. تعال بقى نشوف برانشات الأورطة نفسه. البرانشات بتاعت الأورطة في منها كان سينجل برانشز وبيرد برانشز، يعني برانشات مفردة منها واحد بس، وبيرد برانشز يعني برانشات بتطلع على الرايت سايد زي ما بتطلع على الليفت سايد، زي الرينال ارتري اللي رايح للكدني ده مثلا، ده بيرد برانش، في واحد منه على الرايت سايد وواحد منه على الليفت سايد. تعالوا بس نبدأ بالسنجل برانشز كده. سنجل برانشز أربعة برانشز، ثلاثة بيخرجوا من الارتري من قدام وواحد بينزل منه زي ديل الفار كده من تحت. أول برانش بيخرج منه من فوق كان اسمه سيلياك ترانك، سيلياك ترانك. التاني ده اسمه superior mesenteric artery، واللي تحت ده اسمه inferior mesenteric artery. يبقى تاني سيلياك ترانك، superior mesenteric و inferior mesenteric، والتلاتة دول بيغذوا الجي اي دي. أخيرا في واحد في برانش كده بينزل قدام السكرم في منتصف السكرم بالظبط، فاسمه ايه؟ اسمه median sacral artery. اوكي، تعالوا نطلع البرانشات دي كده من على الصورة اللي قدامنا. بص كده معايا في الصورة دي وأحاول أكبر شوية. بص معايا، ده الأبدومينال أورطة بعد ما عدى تحت الميديان أركويت ليجامنت. أول ما بيخرج بص كده في برانش في المنتصف أهو، التاني أهو، التالت أهو، وده الرابع. البرانش الأول اللي خارج من المنتصف بتاع الأرتري ده السيليك ترانك، اللي وراه ده كده السوبيرور ميزنتريك، ده الانفيرور ميزنتريك، واخيرا ده الميديان ساكرال ارتري ده كده اللي ماشي قدام السكرة. طيب تعالوا نبص كده ونشوف البيرد برانشز، ايه البرانشات اللي بتخرج من الجانبين. اولا ده الديافرام صح، ده الحجاب الحاجز اللي بيفصل ما بين الابدومن تحت وما بين الجزء اللي هو بتاع السوركس او الشيست فوق. الأورطة أول ما بيخرج كده من تحت الديافرام بيروح يمد الديافرام بلاد سبلاي من الانفيريور سيرفيس بتاعه. نيرف سبلاي تحت الديافرام هيبقى اسمه الانفيريور فرينيك ارتري. اوكي، الانفيريور فرينيك ارتري ما بيمشيش ساكت كده، ده بيروح جاي مدي برانش يروح للغدة فوق الكلوية اللي كان اسمها السوبرا رينال جلاند. يبقى بيدي برانش رايح للسوبرا رينال جلاند من فوق اسمه سوبيريور سوبرا رينال ارتري. طب هي السوبرارينال جلاند بيجي لها كام برانش؟ قالك بيجي لها 3 برانشز. سوبيريور سوبرارينال جاي من الانفيرير فرينك، وميدل سوبرارينال جاي من الاورطه نفسه على الرايت سايد زي على الليفت سايد. يبقى تاني برانش خارج من الاورطه هو ايه؟ هو الميدل سوبرارينال، وبعد كده يخرج من الاورطه الرينال ارتري نفسه اللي رايح للكدني. الرينال ارتري بيروح جاي مديني الانفيريور سوبرارينال اللي رايح للسوبرارينال جلاند من تحت. يبقى تاني كده انا خدت 3 برانشات خارجين من الاورطه، الانفيريور فرينيك، الميدل سوبرارينال، والرينال ارتري. بعد كده بيخرج من الاورطه برانش رايح يغذي في الفيميل اوفري وفي الميل رايح يغذي التستس، اسمه ايه؟ اسمه جونادال ارتري. ادا واحد ادا اتنين، يبقى كده برضه بيرد ارتري. جونادال ارتري يعني لو انت بتتكلم على فيميل والصوره اللي قدامك فيميل ممكن تقول بدل كلمه جونادال تقول اوفريان، لو انت بتتكلم على ميل والصوره اللي قدامك ده ميل هتقول ده تستيكولار ارتري. اخر مجموعه من الفيزلز اللي بتخرج بيرد من الاورطه هي فيزلز ماشيه على جنب الفقرات القطنيه، الفيزلز دي كده اللي كان اسمهم اللامبر ارتريز، واحد اتنين تلاته اربعه. اوكي، انا عايز اطلع كده البرانشات دي، بس افتكر دايما كده عندي حاجه لما ابص على السوبرارينال علامه ولاند مارك، في لها 3 ارتريز داخلينها، واحد من فوق اسمه سوبير سوبرارينال ده جاي من الانفير فرينك، ميدل سوبرارينال جاي من الاورطه نفسه، انفيريور سوبرارينال جاي من الرينال ارتري نفسه. تعال نبص ونطلع دول كده من الصوره اللي موجوده عندي هنا. الصوره اللي موجوده عندي ادي الاورطه، اول برانش خرج منه وماشي على اللور سيرفيس بتاع الديافرام، يبقى ده ايه؟
ده الانفيرو فرينك، ده كده وده كده. طيب بص كده، الانفيرو فرينك وهو ماشي هتلاقيه جه في المنطقة دي كده، في النقطة هنا دي كده، وراح جاي مدي ارتري او برانش، تعال نكبر عليه عشان تبقى ظاهرة عندكم اهو. بص كده، ده الانفيرو فرينك وهو ماشي جه راح جاي مديني ارتري، ده كده. الارتري ده ايه؟ ده رايح للسوبرا رينال جلاند، يبقى ده اسمه ايه؟ الارتري ده كده السوبيريور سوبرا رينال. ويت ويت، لا لا سوري، الارتري اللي رايح للسوبيريور سوبرا رينال هنا اهو، ما كانش ظاهر في الصورة عندي. السوبيريور سوبرا رينال اهو، وده برضه سوبيريور سوبرا رينال. خارجين منين؟ خارجين من الانفيرو فرينك. طيب بص كده، سوبر رينال بيدخل لها ايه؟ ادا ارتري، ادا اتنين، ادا تلاتة. ده السوبير سوبرارينال مع المجموعة دي كده، ده الميدل سوبرارينال اللي خارج من الأورطة نفسه، وده الانفيريور سوبرارينال اللي جاي من الرينال ارتري اللي رايح للكدني او الكلية. ارجع تاني ابص كده واصغر الصورة شوية. البرانشات اللي خارجة من الأورطة، اول واحد الانفيرو فرينك، الميدل سوبرارينال، ثم الرينال ارتري نفسه. هاجي ابص الاقي بص كده في فيزل خارج من الاورطه، نازل 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 ورايح ناحيه البلفس. الفين الفيزل ده ايه او الارتري ده ايه؟ ده الجونادا الارتري. ما هو رايح ناحيه البلفس ليه؟ لان هو اكيد رايح ناحيه الاوفريز لو كان في ميل، او نازل ناحيه التستس لو كان ميل، فاكيد لازم ياخد الكورس ده وينزل تحت ناحيه البلفس، يبقى ده الجونادا الارتري. لو انا عرفت ان دي في ميل هقول لك ده اوفريان ارتري. عرفت ان هي في ميل ليه، ان الشخص ده الشخصيه دي في ميل ليه، ابص كده هلاقي في عندي تحت كده في تيوب، في تو تيوبس، واحد منهم الريكتم واللي قدامه ده المفروض ان ده اليوترس والفاجينا، فاكيد دي شخصيه في ميل. تو تيوبس دول ده ريكتم ودي يوترس وفاجينا، فممكن اقول عليه اوفريان ارتري. طيب مجموعه فيزلز بقى، بص كده ده وده وده. الفيزلز دي ايه؟ دول اللامبر فيزلز اللي ماشيين على جانبي الفقرات القطنية، أربعة على الناحية دي وأربعة على الناحية دي. تعال نكمل مع الأورطة برضو. الأورطة ساعة ما بينزل تحت عند اللور بوردر بتاع الأربعة بينقسم إلى تو برانشز. بص كده، رايت كومان إيلياك وليفت كومان إيلياك. الرايت كومان إيلياك وليفت كومان إيلياك بيجوا ينقسموا إلى تو برانشز برضو. external iliac رايح للثاي، و internal iliac داخل لجزء البلفس. بص كده external iliac و internal iliac. ال external iliac بيكمل بعد ما يدخل للثاي يتحول للفيمورال artery، بينما ال internal iliac بيدخل للبلفس فينقسم إلى anterior division و posterior division. تعالى كده نبص في الصورة هنا، ده ايه؟ ده ال common iliac أو ال right common iliac بالتحديد، بينقسم الى external iliac. عرفت انه external iliac ازاي؟ لانه خرج من الثاي وكمل كفيمورال artery، بينما التاني اللي داخل اللي جوه ده كده اسمه ال internal iliac. لو شاور لي عليه من النقطة دي فانا هقول internal iliac. ال internal iliac بينقسم الى anterior division و posterior division. طبعا بالنسبة للبرانشات اللي خارجة من الانتير ديفيجن او البوستير ديفيجن، انا مش مقتنع بجدواها اطلاقا انك تعرفها في المنطقة دي، بس برضه انا هقولك عليهم. قبل ما اقولك عليهم بص كده، من الاكسترنال ايليك في ارتري بيلف يلف 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 هنا كده، شايف الارتري ده؟ ده ديب لانه موجود داخل منطقة الابدومينال بلفس، بيلف يعني سيركمفليكس، ديب سيركمفليكس فيمورال او ديب سيركمفليكس ايليك ارتري. طيب بص كده، كان في ارتري بيطلع من الفيمورال ارتري ورايح ناحيه الامبلايكس. بص كده ده كده الارتري ده اسمه ايه؟ اسمه الانفيريور ايبيجاستريك. طبعا هو المفروض ما يسالكش على الارتري لانك مش شايف اصلا الامبلايكس هنا، فصعب انك تقرر ان ده الانفيريور ايبيجاستريك، بس لازم تبقى عارف يعني المعرفه العامه ده الانفيريور ايبيجاستريك، وفي برانش منه بينزل يروح ناحيه البيوبس اسمه البيوبيك برانش. اوكي، عايز اوضح بقى الاجزاء المختلفه بتاعه الاورطه على الصوره التانية دي كده. بص دي، تعالى بقى نفتكر الاجزاء المختلفه الاورطه اللي انا لسه قايلها دلوقتي على الصوره اللي قدامي دي. كبر الصوره. ده الاورطه، الاورطه
او الابدومينال الاورطة بيخرج منه برانشات. طبعا عشان بس لو حد مش واخد باله، الصوره دي بتوريني الابدومينال الاورطة والانفيرو فينا كيفا، بما ان الاثنين لهم برانشات مشابهه والاثنين لهم كورس مشابه في الابدومين. ده الابدومينال الاورطة بيخرج منه 3 برانشات من الانتيرو سيرفيس، ادا واحد ادا اتنين ادا تلاته، اللي هما التلاته سنجل برانشز، وادا الرابع بتاعهم اللي فوق ده هو السيليا ترانك، تحته السوبير ميزنتريك والانفيرو ميزنتريك، ادا السوبير ميزنتريك وادا الانفيرو ميزنتريك. هتلاحظ ان الانفيرو ميزنتريك مايل شويه ناحيه الليفت سايد. طيب فين الميديان ساكرال؟ قال لك الميديان ساكرال اهو ده كده بينزل كديل كده للارتري وبيمشي قدام الساكرا. طيب بالنسبه للبيرد برانشز، تعال نصغر الصوره شويه، خلينا اكبر عشان برضه يبقى الصوره اوضح عندكم. بص، اول برانش اللي هو المفروض اللي طالع من الارتري من فوق ده كده، طبعا هو مش ظاهر عندي في الصوره، اللي هو ايه؟ اللي هو الانفيريور فرينك نيرف او الانفيريور فرينك ارتري، سوري. طيب تاني برانش بيخرج من الاورطه ورايح للسوبرا رينال جلاند، يبقى ده ايه؟ ده الميدل سوبرا رينال. اهم منهم بقى البرانش الكبير ده كده رايح للكدني، يبقى اكيد ده الرينال ارتري. لو شاور لي على اللي جنبه ده يبقى ده الرينال فين. بص كده هلاقي في ارتري خارج من الاورطه ونازل نازل 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 رايح ناحيه البلفس، وتاني على الناحيه التانيه نازل 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 ورايح ناحيه البلفس، يبقى اكيد ده الجنايه ده الارتري. وده في ميل ولا في ميل، يعني اوفاريان ولا تستيكولار؟ قال لك انزل بص تحت كده هتلاقي يورينري بلادر، وراها هنا اليوتراس ثم الريكتوم. يوتراس يبقى اكيد دي في ميل، يبقى ممكن اقول بدل ما اقول على ده جنايه ده الارتري اقول عليه اوفاريان ارتري بما انه رايح للاوفري. طيب في طبعا المفروض في لامبر فيزلز موجوده هنا في على الناحيتين، بس ما اعتقدش ان هي ظاهره في الصوره اللي قدامي دي كده. بص معايا بقى، في حاجه معينه كده عايزك تشوفها معينه برضو، برانشات خارجه من الاورطه وبرانشاته. طبعا انا كنت بقول لك ان الاورطه بينقسم الى كومان ايليك هنا وكومان ايليك على الناحيه التانية، والكومان ايليك بينقسم الى اكسترنال ايليك وانترنال ايليك، اكسترنال ايليك وانترنال ايليك، وحاول تحدد هنا رايت سايد هنا ليفت سايد. طيب بص كده دي الكدني نازل منها انبوبه، انبوبه نازله كده لحد ما توصل لليورين بلادر، يبقى اكيد دي ايه؟ لو شاور لي على الانبوبه دي هقول له ده ان ده اليوريتر. بيوريني البلاد سبلاي بتاع اليوريتر في الصوره دي بالمره، قال لك بياخد برانش من الابدومينال اورتا، يبقى اسمه ايه؟ يوريتريك برانش من الابدومينال اورتا. بياخد برانشات برضو من الجنادة الارتري وهو نازل، ده الجنادة الارتري اهو بياخد برانشات منه، وكمان بياخد برانشات من الكومان ايليك الارتري ده كده، وبرانشات من الاكسترنال ايليك مفيش مشكله، والانترنال ايليا كمان على حسب الكورس اللي هو ماشي فيه بياخد برانشات. طيب تعالى بقى نبص على برانشات الاورطه اللي تحت كده في المنطقه دي كده، كبر الصوره. بص كده كنت بقول لك ان الاورطه بينقسم الى اكسترنال ايلياك بيكمل كافيمورال، وانترنال ايلياك بيدخل داخل الابدومين. افتكر بس برانش كده من برانشات الفيمورال ارتري لو حد فاكره، كنت بقول لك اسمه الانفير ايباجاستريك اللي رايح ناحيه الامبلايكس. ليه بقول ان ده الانفير ايباجاستريك؟ هقول لك بص كده دي سكين فولد. ايه السكين فولد دي؟ دي كده دي كده الجزء ده كده ده سكين. السكين فولد ده اصلا ايه اللي حصل؟ كان موجود على الابدومن في المنطقه دي كده، وبعدين انا لما قطعت عشان اوريك الابدومن قلبت السكين اللي كان فيه الامبلايكس اللي كانت موجوده هنا قلبت قدام البلفس، فهتلاقي الانفيريو بيجاستريك فعلا متجه رايح ناحية الامبلايكس اللي موجودة في السكين فولد دي. الامبلايكس هتلاقيها موجودة هنا كده اوكي، بس الصورة مقطوعة فيعني صعب ان هو يجي يقول لك الفيزل ده ايه، بس برضه ذاكره خليه في بالك ان هو مثلا متجه هنا ومتجه هنا ليه، رايح ناحية الامبلايكس اللي موجودة في السكين فولد المقطوعة دي. لما اجي ابص كده على الفيزلز بتاعت الاورطة هلاقي والله عندي الانترنال ايليك ده كده، بص كده ده الانتيريور انترنال ايليك، بلو انتيريور ديفيجن ولو بوستيريور ديفيجن. تعال نشوف البوستيريور ديفيجن بتعمل ايه والانتيريور ديفيجن بتعمل ايه. ده الكومان، ده الاورطه بيديني كومان ايليك، والكومان ايليك يديني اكسترنال ايليك وانترنال ايليك، وعندي الترتيب التيوبس اللي موجوده في الابدومين يوريني بلادر قدام وراها اليوترس وراهم الريكتوم. اولا عايز اعرف البرانشات اللي بتخرج من البوستيريور ديفيجن للانترنال ايليك. قال لك في برانش بيطلع يمشي على الوول كده رايح بيعدي على الـ على الـ على الايليام على الايليا كريست يعني، وبيروح لللمبر فيرتبري بيغذي الفشه اللي موجوده في المنطقه دي كده، اسمه ايه؟ من ايليام واللمبر فيرتبريز اسمه اليو لمبر ارتري.
برانشيات، مجموعة برانشيات بتروح تغذي السكرم من الجنب بتاعها، اسمها ايه؟ اسمها اللاترال سكرال برانشز. واخيرا الارتري بينتهي كسوبيريور جلوتيال ارتري. يبقى لما اجي ابص على البوستيرير ديفيجن دي كده، اتوقع ان هيخرج منها 3 برانشز. البرانش الاول هيرجع لفوق يبقى اسمه اليو لامبر، الثاني هيروح يغذي اللاترال وول بتاع السكرم يبقى اسمه لاترال سكرال برانش، ثم ينتهي كسوبيريور جلوتيال ارتري. بص معايا هنا كده، لما اجي ابص في الصوره هلاقي ده الانتيرير ديفيجن ودي البوستيرير ديفيجن. البوستيرير ديفيجن بتديني ارتري يطلع لفوق اللي هو ده كده، يبقى ده ايه اللي طالع لفوق ده؟ ده الاليو لامبر ارتري. طب في برانش بيمشي يمشي يمشي ويروح على اللاترال وول بتاع السكرم، ده كده هنا 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 اهو، مشي على الوول بتاع اللاترال وول بتاع السكرم، اسمه ايه؟ اسمه لاترال ساكرال ارتري. اوكي، لاترال ساكرال ارتري. طيب ده ايه؟ ده كان الميديان ساكرال لو حد فاكر، اللي هو كان نازل كونتينيويشن الاورطه تحت. واخيرا الارتري نفسه بينتهي كسوبيريور جلوتيال ارتري، ده كده الكونتينيويشن بتاعه ده سوبيريور جلوتيال ارتري. طيب تعالوا نشوف برانشات الانتيريور ديفيجن. معلش برانشات الانتيريور ديفيجن ممكن تكون صعبه شويه، فاحنا ممكن هنعرفها برضو على الرسمه هنا، وهعرفها من خلال اتجاهاتها. برانشات الانتيريور ديفيجن دي، الانتيريور ديفيجن بتاعه الانترنال ايليك دي كده، شويه برانشات انا رسمهم هنا وبرانشات تانية رسمهم هنا. اول برانش بيخرج من الانتيريور ديفيجن، برانش رايح ناحيه الامبلايكس، مش اللي قدام اهو، رايح ناحيه الامبلايكس، اسمه ايه؟ اسمه امبلايكال ارتري. خليني اصغر الصوره شويه، اعتقد كده افضل. ماشي، ده كده اسمه ايه؟ اسمه الامبلايكال ارتري، رايح ناحيه الامبلايكس. سالك وهو ماشي كده، طبعا المفروض امبلايكال ارتري ده جاي من الامبلايكس، يعني كان له علاقه بالامبريولوجي، كان بيشيل الدم يوديه البلاسينتا من خلال الامبلايكس. فاكيد لما يبقى البلاسينتا تختفي والطفل يتولد، اكيد الامبلايكال ارتري ده مش هيكون له اي فايده، فهيحصل فيه فايبروزس، هيتحول البروكسيمال بارت بتاعه الى ليجامنت، حاجه لونها ابيض كده. بص كده في الصوره اهي، شايف ده كده ليجامنت. لما اجي اكمل وراه هلاقي لسه الارتري زي ما هو، اللي قدام ده ليجامنت اسمه ايه؟ اسمه الميديال امبلايكال ليجامنت. طيب هو ليه بقيه الارتري لسه شغال؟ قال لك لان الارتري ده قبل ما يخرج من الامبلايكس بيروح جاي مدي برانش يروح لليورين بلادر يغذيها من الابر سيرفيس، اسمه ايه البرانش ده؟ اسمه السوبيريور فيزيكال. فيزيكال يعني له علاقه باليورينري بلادر. يبقى اكيد الارتري اللي هو الامبلايكال ارتري، لو شاور لي هنا هقول له ده امبلايكال ارتري، لو شاور لي هنا هقول له ده سوبيريور فيزيكال، لو شاور لي على بقيه الارتري هقول له ده الليجامنت اللي نتج عن قفل الارتري نفسه بعد الولاده، اسمه الميديال امبلايكال ليجامنت. طيب تاني ارتري معايا بيخرج من الانتيرير ديفيجن، قال لك ارتري بينزل يدخل داخل البلفس عشان يعدي من الاوبتيوريتور فورامين، يبقى اسمه ايه؟ اسمه الاوبتيوريتور ارتري. تالت ارتري بيروح يغذي اليورينري بلادر من تحت. بص كده الارتري ده كده رايح يغذي اليورينري بلادر من تحت، مش كان في عندي سوبيريور فازايكل؟ يبقى اللي رايح يغذي اليورينري بلادر من تحت اسمه الانفيريور فازايكل، ده كده اسمه الانفيريور فازايكل ارتري. طيب ايه البرانشات التانية؟ قال لك برانشات بقى رايحه لاعضاء الريكتم المختلفه، اعضاء البلفس المختلفه. برانش رايح لليوترس يبقى كده يبقى اسمه يوتراين ارتري، برانش رايح للريكتم يبقى اسمه ميدل ريكتال ارتري، رايح للميدل بارت بتاع الريكتم تحديدا. بعد كده الارتري ده بينتهي عن طريق ان هو ينقسم الى تو برانشز، واحد منهم اسمه انترنال بيودندل والتاني اسمه انفيريور جلوتيال. هتلاحظ ان هنا في انفيريور جلوتيال كبرانش من برانشات الانتيرير ديفيجن، وهتلاقي في سوبيريور جلوتيال كبرانش من برانشات البوستيريور ديفيجن. تعالى طلع لي البرانشات دي بقى هنا من على الصوره. بص كده معايا، اول برانش ده الانتيرير ديفيجن، اول برانش بيطلع من الانتيرير ديفيجن يمشي ورا 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 ورا، كان طالع ناحيه الامبلايكس، يبقى اكيد ده الامبلايكال ارتري. لو شاورت عليه من هنا كده اقول له ده الامبلايكال ارتري، لو شاورت على الليجامنت الاوبليتريتد اللي قدام ده هقول له ده الميديال امبلايكال ليجامنت، لو شاورت على البرانش بتاعه اللي رايح يغذي اليورينري بلادر، ما ده اليورينري بلادر وده اليوترس وده الريكتم، لو شاورت على البرانش بتاعه اللي رايح اليورينري بلادر هقول له ده السوبيريور فازايكل. طيب تاني برانش، بص كده للارتري ده، في ارتري ماشي هنا هنا اهو 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 اهو، وبعدين دخل في فتحه موجوده في البلفس. ايه الفتحه دي؟ دي الاوبتيوريتور فورامين، يبقى اكيد الارتري ده الاوبتيوريتور ارتري. هلاقي في برانش كمان تحتهم ماشي 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 ماشي، بص 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 بص، راح يغذي اليورين بلادر من تحت من الباك بتاعها، يبقى ده الانفيريور فازايكال ارتري. يبقى انا كده خدت ايه؟ خدت الامبلايكال والسوبير فازايكال، خدت الاوبتيوريتور، وخدت الانفيريور فازايكل.
فاضل لي ايه؟ هلاقي برانش رايح لليوترس، يبقى ده ايه؟ يوتراين ارتري. هلاقي فيه برانشات ماشيه مثلا على الريكتم، اقول له ان ده الميدل ريكتال ارتري. اوكي، لما اجي ابص كده على ده الانتير ديفيجن اهو، اخر تو فيزلز موجودين في الانتير ديفيجن. خليني اكبر الصوره عشان تبقى اوضح. اخر تو فيزلز في الانتير ديفيجن، الاتنين دول الفيزلز النهائيه اللي هما الانترنال بيودندال والانفيريور جلوتيل. يبقى كده تعالى ناخد الفيزلز من الاول. ده الامبلايكال بيكمل كميديان امبلايكال ليجامنت، وده السوبيريور فازايكل، ده الانترنال بيودندال، وده الانفيريور فازايكل، ده اليوتراين، وده الميدل ريكتال، واخيرا التو تيرمينال برانشز الانفيريور بيودندال و سوري الانترنال بيودندال والانفيريور جلوتيال ارتري. كده الصورة دي خلصت، لكن الصورة اللي فاتت دي كده ما خلصتش. ليه؟ لأن في مجموعة من الفيزلز موجودة تحت هنا، بس للأسف الفيزلز دي مش متشال كل التراكيب، فأنا مش عارف مين اللي طالع قدام ومين اللي راجع ورا. فأنت ممكن تحفظهم بترتيبهم من فوق لتحت على حسب الترتيب اللي أنا لسه ذاكره دلوقتي. تعالى كده نبص نشوف الترتيب بتاعهم، يعني أحاول بقدر الإمكان إن أنا أوضحه بقدر الإمكان. يعني دي البوستير ديفيجن ودي الأنتير ديفيجن. البوستير ديفيجن كان بيخرج منها برانش راجع لفوق، اللي هو كان ده كده، برانش اللي راجع لفوق ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه اليو لامبر. وبرانش بيروح لللاترال لول بتاع السكرم اسمه لاترال سكرال. بص كده، دي البوستير ديفيجن، يبقى اللي طالع منها لفوق ده الاليو لامبر، واللي جاي منها الجنب السكرم يبقى ده اللاترال سكرال، وهي بتكمل كسوبيريور جلوتيال. طب الانتير ديفيجن، الانتير ديفيجن اول ارتري منها اللي خارج ده كده، ده كده، ده المفروض كان رايح ناحيه الامبلايكس، فده الامبلايكال ارتري. هو طبعا صعب انه يجيب لك الارتري لانه مقطوع وانت مش عارف هو رايح لفين، لكن ممكن يجيب لك الارتري اللي بعده ده. ده ارتري دخل للبلفس عشان يعدي من خلال الاوبتيوريتور فورامن. الارتري ده كده يبقى ده الاوبتيوريتور ارتري. اوكي، تعال نصغر الصوره كده شويه عشان نشوف الحدود الخارجيه بس. اهو ده كده الاوبتيوريتور ارتري. طيب بالنسبه للفيزل التاني اللي بعده ده كده، ده كان المفروض ده رايح لليورينري بلاذر اللي موجوده هنا، بيغذيها من الانفيرير سيرفيس بتاعها، يبقى ده الانفيرير فازايكل ده كده. فاضل لي ايه بقى؟ فاضل لي التلات برانشات. انا خدت اول ثلاثه برانشات امبلايكال و اوبتيوريتور وانفيرير فازايكل. فاضل لي البرانشين دول والبرانشين دول. البرانشين دول واحد منهم اكيد رايح لليوترس، واكيد واحد منهم رايح للريكتوم. اللي قدام ده رايح لليوترس يبقى ده يوتراين ارتري، واللي ورا ده رايح للريكتوم يبقى ريكتال او ميدل ريكتال ارتري. واخيرا التو تيرمينال برانشز اللي هم اصلا هيخرجوا من البلفيس، التو تيرمينال برانشز بتوعه الانترنال بيودندال والانفير جلوتيال. ده كده الانترنال بيودندال، وده الانفيريور جلوتيال ارتري. بكده يبقى انا خلصت جزء الابدومين. انا عارف ان هو صعب والموضوع محتاج تركيز شويه، بس انتوا لو ركزتوا كده في الصوره وحاولتوا ان انتوا ترتبوا البرانشات في دماغكم هيبقى الموضوع سهل ان شاء الله. كنت اتمنى ان احنا نكون خلصنا امبارح، بس برضه قدر الله ما شاء فعل، واشوفكم بخير في مره تانية. سلام عليكم.